هزيلة الصعبة لم تأتي بعد. لم تأتي بعد. إذن فليكن السؤال الصعب الأول في الأسئلة التي الصعبة التي ستأتي لاحقا، كيف مكث كل هذه السنوات في يعني هرم المسؤولية عن اتحاد نقابات عمال السودان؟ نعم، هذه الدورة الثالثة وهذا كثير جدا أنا أعتقده. أنا نفسي كنت أتمنى لو تركت هذا الموقع. ضغوط جدا من القيادات النقابية التي أبقتني في هذا الموقف في هذه الدورة. صادقا كنت أحب لو أنني غادرت. ذات الكلام يقوله كثيرون، يقولون تحت الضغوط الحزبية أو ضغوط القواعد مكثنا لكل هذه السنوات. هذا مبرر من وجهة نظري، واعذرني صراحة، يعني لم يعد منطقيا، لم يعد مقبولا على الأقل بالنسبة للشعب السوداني. ليتك كنت بينهم لتقول هذا الحديث حتى يدفعوني للمغادرة، لكنهم كان رأيهم غير رأيك التي تقوله. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي قدمه غندور لهذه الشريحة الكبيرة من عمال السودان؟ هم الأكثر فقرا وعوزا وحاجة، هم الأكثر مأساة في المسألة الاقتصادية. عمال السودان تركوا مهامهم الأساسية، ربما تخلفوا في مسألة الإنتاج، البيئة أصبحت بيئة طاردة، هناك كثيرون فصلوا من أجل الصالح العام، لم يجدوا من يقف معهم. أسئلة هكذا تترى كثيرة كثيرة، ما الذي يجعلهم يهتفون باسم غندور وكل هذا الميراث من الفشل أمامه تماما؟ أسأل الله أن يغفر لنا في كل ما فشلنا فيه وفي كل ما قصرنا فيه، لكنني أشعر بجزء من الرضا أننا قد قدمنا الكثير لعمالنا، رغم أننا لازلنا نشعر بأنهم يعيشون في ظروف قاسية خاصة في العامين الأخيرين. ولكن أقول في السنوات الأولى وصلنا إلى مستوى أجر في عام 2004 كان غير مسبوق في تاريخ السودان مقارنة بالأسعار، الأرقام القياسية للأسعار. لكن الظروف الاقتصادية الأخيرة في السودان، ظروف العمال بدأت في التدني. نتمنى أن نقدم غير أفضل من ما هي الإنجازات المحسوسة، الإنجازات المادية المحسوسة التي يمكن أن نشار إليها باعتبارها من إنجازات بروفيسور إبراهيم غندور؟ ليست إنجازاتي لوحدي، لكن أنا ومعي كل القيادات النقابية منذ عام 92 حتى عام 2013، 28 زيادة في الأجور لم تحدث في تاريخ الأجور في السودان بما فيها الزيادة الأخيرة. لكن رغم كل ذلك لا زلنا نشعر بأن هنالك بون شاسع بين تكلفة المعيشة و الأجر الذي يتقاضاه العامل. بروف غندور، ليست فقط الأجور وما أدراك ما الأجور، هناك قضايا نقابية أهم وقضايا حقوقية. نعم، البعض في قضايا يتهمك صراحة بروف غندور أنك يعني عملت في هذه النقابة من أجل تحقيق أهداف سياسية تتصل بالحزب الحاكم المؤتمر الوطني وليس من أجل أسباب نقابية وحقوقية. الأمور النقابية والحقوقية كانت في ذيل القائمة، كنتم تتصدرون المشهد السياسي وتتحركون في اتجاه نصرة ربما الحزب الحاكم والوقوف معه في القضايا التي تعترضه والمشاكل والعراقيل التي ظلت تلفه. المسألة أصبحت تسييس لهذه النقابة وليس الاتيان بحقوق لها، كيف تركت؟ العمل النقابي والعمل السياسي متلازمان. النقابي الذي لا يمارس السياسة حتى في عمله النقابي لن يكون ناجحا. لكني أقول لم نكن ندعم الحزب الحاكم، كنا ندعم قضايا الوطن حتى في كتائب المجاهدين ودعمهم. لكننا عندما تتخالف أو تتعارض قضايا العمال مع قضايا الوطن كنا نعطي الأولوية لقضايا الوطن، ولكن عندما تتعارض الأجندة السياسية مع قضايا العمال كانت قضايا العمال دائما مقدمة على غيرها، وآخرها كان زيادة الأجور الأخيرة خير شاهد على أن اتحاد العمال همه الأول الوطن ثم قضايا العمال ثم أي قضايا أخرى. ما زلت عند سؤالي، أريد احترافا صريحا، نحن في نادي الاعترافات وليس في نادي النسها. ألم تريد هذه النقابة يا بروف؟ على العكس تماما، نحن أخرجنا النقابات من قبضة السياسة، انتهت الإضرابات السياسية، جاءت الإضرابات المطلبية. أين هذه الإضرابات المطلبية؟ اليوم هنالك إضراب في جامعة الخرطوم. هل تسمحون بها وتدافعون عن هذه الإضرابات؟ القانون يسمح بذلك، والأخ الرئيس أكثر من مرة سمعته شخصيا يدعم بعض الإضرابات التي حدثت
من أجل الحقوق، لأنها كانت إضرابات من أجل حق ولم تكن من أجل السياسة أو خدمة هذا الحزب أو ذاك. ماذا فعلت للمفصولين للصالح العام؟ الصالح العام تم في وقت قبل تكوين الاتحاد الحالي في عام 92 بطريقته الحالية، لكننا وقفنا مع المفصولين للصالح العام حتى تكوين اللجنة الأولى التي ترأسها الفريق سعادة العميد صلاح كرار، وعادت عدد من الذين تقدموا، ثم لجنة مجلس الوزراء التي ترأسها الأمين العام لمجلس الوزراء التي أعادت البعض وعوضت البعض الآخر، كل من تقدم إليها وجد ردا شافيا. من أين تأتي موارد هذه النقابة الكبيرة؟ من أين؟ هي اشتراكات، وهي إذا قلت كم يأتينا فهو رقم بسيط جدا، 250 ألف جنيه في الشهر نسير به كل هذا العمل الكبير. إذن كيف تصرفون على هذه المظاهر الكرنفالية الاحتفائية بالإنقاذ برموز الإنقاذ؟ ما من مناسبة تتصل بحزب المؤتمر الوطني إلا وكان العمال في المقدمة، هكذا في الهواء الطلق يعقدون كرنفالات باهظة التكلفة. المواطن البسيط يسأل، من أين لكم هذا؟ لا أذكر أن اتحاد العمال أو نقاباته أقامت كرنفالاً للمؤتمر الوطني. ارشيف التلفاز يحفل بالعديد من الحفلات، ربما تكون حفلات أقامها الحزب أو جهة أخرى وشارك فيها العمال. نعم. لكن لا نصرف على مثل هذه الكرنفالات. كم يشكل العمال من ناحية فالنقل الذين ما زالوا يدعمون الإنقاذ؟ هل هم ما زالوا يتصدرون المقدمة بصراحة؟ العمال يمثلون 4% من الشعب السوداني، وأنا أعتقد بأن 30% على الأقل منهم يقفون مع الحكومة الحالية دعما، ولكني أعتقد بأن المتعاطفين كثر. قلت 30%، على أي أساس وقفت عند هذا الرقم؟ بنيتها على إحصاءات سابقة أعلمها. وللمشاهد أن يعلمها. هذه إحصاءات تجريها سرية؟ لا، ليست سرية، ولو كانت سرية لما أطلقت الرقم من قناة أم درمان. تجريها مراكز بحوث كثيرة، وبالتالي الحكومة الحالية الدعم الأكبر تجده من العمال، و 30% دعم لحزب سياسي هو دعم كبير جدا. أنت تراه كبير، البعض قد يراه متواضعا في مقابل التصريحات التي تتحدث بثقة مطلقة عن أن كل النقابات، كل الشرائح، كل الفئات في هذا السودان هم إما مع المؤتمر الوطني أو يناصرونه هكذا. إذا قال أي حزب أو حكومة بذلك فهم مخطئون. الحاكم له أعداء وإن عدل، وبالتالي 30% نسبة كبيرة جدا من شريحة واعية منظمة مرتبة تعرف أين تقف وكيف تدعم. لكن 30% هذه التي تتحدث عنها يا بروف ليست كافية لأن تتبوأ مجددا ربما في المستقبل منصب رئيس اتحاد نقابات السودان، وليست كافية أيضا لكي ما تأتي الإنقاذ مرة أخرى إلى سدة الحكم خلال انتخابات عادلة وشفافة ونسيها، أليس كذلك؟ المؤتمر الوطني كحزب والذين وقفوا معه في الشمال في آخر انتخابات وصلوا إلى أكثر من 90% في كل السودان، وبالتالي أنا عندما أتحدث عن 30% أتحدث عن شريحة بعينها تقف موقفا قويا تمثل عضوية فاعلة، ولا أتحدث عن كل المتعاطفين أو الذين يقتنعون بسياسات الحزب أو الحكومة. 90% هذه ربما في سنوات انصرمت ومضت. بصراحة أريد احتراف هكذا لله والتاريخ يا بروف، وأنت يدك في الماء ويدك في النار وليس الماء كما يقولون. هل تعتقد أن الإنقاذ ما زالت تحتفظ بذات البريق السابق وبذات الشعبية الكبيرة بصراحة شديدة؟ الظروف الاقتصادية الأخيرة قطعا ستقتطع من شعبية الإنقاذ. الناس يعانون الآن الغلاء، ولكني أتذكر سنوات الإنقاذ الأولى حتى عام 96 كان الغلاء أكبر والظروف أصعب. ثقة الشعب السوداني أن الحكومة التي تغلبت على كل تلك الظروف تجد كل الدعم من هذا الشعب الذي سيقف معها إلى حين تجاوز الظروف الحالية. لكن قطعا مقارنة اليوم بقبل سنتين الأمر مختلف. مختلف إلى حد كبير أم ضئيل؟ لا، ليس كبيرا، لأن الشعب السوداني بوعيه يعلم أن الحكومة تفعل المستحيل في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. يعلمون ما يعيشه العالم من حولنا في المنطقة العربية والإفريقية من غلاء خاصة في مجال الطعام، وبالتالي يقدرون ما يحدث، ولكن
أقول بأن التذمر حادث. تتحدث كثيرا عن الغلاء والأسعار، هذا ليس المطلب الوحيد، هناك المثل الشهير ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ماذا عن الحريات يا بروف؟ الحريات أنا أقول بأن السودان الحريات الموجودة فيه ليست من حوله، رغم أننا نتمنى أن تكون أفضل، نحتاج إلى ثوابت يتفق عليها كل أهل الوطن خاصة قواه السياسية، حكومة تحترم المعارضة ومعارضة راشدة تفرق بين معارضة الوطن ومعارضة الحكومة أو الحزب الحاكم. دخلت في معركة إعلامية عنيفة أنت ووزير المالية، وصلت إلى مرحلة هكذا ربما التشابك اللفظي، فلنقل كل الصحف كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ظلت تتحدث لأيام طوال عن الزيادة وما أدراك ما الزيادة، كل منكم قال أنا من سينتصر في النهاية. معركتك مع وزير المالية بصراحة شديدة، وهذا هو الاعتراف الأهم، من الذي انتصر فيها؟ انتصر فيها الوطن والأجندة الوطنية. هذه إجابة دبلوماسية؟ لا ليست دبلوماسية، لأن الذي رجح الكف في النهاية كان رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية لا ينتصر على وزير المالية ولا ينتصر للاتحاد على الحكومة، الرئيس هو الذي انتصر لأجندة الوطن وانتصر للعمال. لكنك كنت أكثر سعادة حينما انتصر رئيس الجمهورية للمطلب الذي كنت ترفعه أنت، وهو زيادة وليس عدم الزيادة. هذا أمر البعض همس هكذا بشكل واضح أن علاقتك ربما بالرئيس البشير هي أكثر قوة من علاقة وزير المالية بالرئيس البشير، هل هذا الكلام صحيح؟ قطعا لا، أنا والأخ وزير المالية على مسافة متساوية من الأخ الرئيس، يحبنا جميعا، نحن نحترمه وهو زي الأخ وزير المالية، ليس في معركتنا مع المالية لا منتصر ولا الأخ وزير المالية، رغم أنه كان مع زيادة الأجور وقد ذكر ذلك في أكثر من موقع، إلا أن ظروفه المالية لم تكن تسمح بذلك، ولذلك دافع عن موقفه المالي بينما دفعنا عن موقف عمالنا المعيشي. بروف لهجتك تغيرت كثيرا. لا، كنت تخوض معركة دروس يا بروف، كنت تتحدث هكذا ظروف أمام الملأ. ظروف المدافعة تختلف عن ظروف نهاية القضية. هل انتهت القضية؟ أنا أعتقد بأنها في طريقها الآن إلى الانتهاء، بدليل أن إجراءات التنفيذ الآن تجري على قدم وساق في كل الجهات المعنية في الدولة. البعض من هذا الشعب البسيط وصف الذي يحدث بينك وبين وزير المالية بأنه مجرد مسرحية بين مزدوجتين لا أكثر ولا أقل. قرأت ذلك من الوصف، ولكني اعتبرته من الذين لا يعرفون ولا يتابعون ولا يعرفون كيف تمارس النقابات عملها ولا كيف تمارس الحكومة عملها. إن لم تكن مسرحية ماذا كانت إذن؟ كانت قضية خلاف حقيقي يريد أن يحافظ على الموارد المالية من أجل موازنة ليست بها مشاكل كبيرة. ربما فعلت نفس الشيء في ميزانية كان فيها عجز، يحاول أن يخفف هذا العجز بعدم منح أي مزايا جديدة. كأنما تدافع الآن عن وزير المالية، ما الذي تغير فيه يا بروف؟ أنا لا أدافع عنه، ولكني متفهم لموقفه، رغم أنني كنت أكثر قناعة بأن بين موقفي وموقفنا هنالك موقف وسط. هذا ما وصلنا إليه. هل طبقت الزيادة بالفعل؟ الآن تم حسابها كاملا وخرجت إلى حيث يجب أن يبدأ العمل في التطبيق فيها. تحتاج إلى وقت، لأن المطلوب في كل موقع عمل في هذا السودان أن يتم حسابها وفقا لعدد العمال ولدرجاتهم الوظيفية، وهذا يأخذ وقتا. أكثر الناس يقولون أنها كانت معركة في غير معترك، لأن الجبل تمخض عن فأر هكذا ضئيل، هذه زيادة يعني لا تستحق كل هذه الجلبة والضوضاء. ألا تتفق يا بروف، وهذا ضمن الاعترافات المرجوة منك وأنت مشهود لك بأنك رجل صريح، ألا تعتقد أنها كانت بالفعل معركة في غير معترك؟ لا، البعض يعتقد بأن الزيادة هي 60 جنيه على 200 كانت تدفع، الأمر ليس صحيح. نعم. الأمر حسابات معقدة جدا، وزيادة في بعض درجاتها نعم. كبيرة جدا، لو كانت 60 جنيه لما رفض وزير المالية تطبيقها لأنها لم تكن تكلف الكثير. كم هي الزيادة؟ الزيادة مقدرة جدا، تصل إلى 130% في الحد الأدنى للأجور، وهي تعني أن الحد الأدنى للأجور الذي تدفعه الدولة في كل المواقع سيزيد بنسبة من 105% إلى 130%،
وهذه زيادة كبيرة. هل تهيئ نفسك لمعركة نقابية مقبلة؟ لا، وأنا لا أحب دخول المعارك، أتجنبها كثيرا إلا إذا دفعت إليها دفع. هل أنت دبلوماسي كما يصفك الكثيرون؟ ربما أكون، ولكني أعتقد بأن الدبلوماسية ليست صفة ملازمة على الدوام. أنت دائما تفخر بأنك رجل بارد بين مزدوجتين، هل هذا صحيح؟ بارد في بعض الأحيان، ولكني أصف نفسي بأنني أتحكم في غضبي. من أين اكتسبت كل هذا البرود؟ أعتقد بأن التجربة في النقابات تعلمك الكثير. حينما حصبوك بالحجارة في دار حزب الأمة وأنت ذهبت لتشارك مع هذا الحزب المعارض حزب الأمة، وعلاقتك بالأحزاب كلها تقريبا جيدة، ما الشعور الذي انتاب غندور في تلك اللحظة وهو يغزف في الحجارة وربما سمعت بعض السباب من بعض الذين كانوا في تلك الليلة أو الأمسية السياسية، ما الشعور الذي انتابك آنذاك؟ الشعور الأول الذي انتابني أن بعض الذين يتحدثون عن الديمقراطية والحرية لا يمارسونها فعلا، ولكن عزائي أن حزب الأمة كان أول حزب أدان ذلك الفعل، وكثير من الأحزاب السياسية أدانته إما مباشرة على صفحات الصحف أو بطريقة غير مباشرة بالوصول إلى منزلي أو الاتصال المباشر، ولكني وقتها حزنت جدا أن تصل الممارسة السياسية إلى ذلك الدرك. نعم، لو تمت، لكن برودي في تلك الليلة كان برودا حسدا عليه كثيرون. لو تمت دعوتك مرة أخرى لدار حزب الأمة هل ستذهب؟ وقد ذهبت بالفعل بعدها. نعم، صف لنا علاقتك بالأحزاب السياسية السودانية الأخرى خاصة قيادات هذه الأحزاب، فلنبدأ ب الدكتور الشيخ الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي. الدكتور الترابي كان شيخا لنا، بنى الحركة الإسلامية، ليس هنالك من ينكر ذلك. صلتي به الشخصية لا زالت متواصلة، أزوره لا زالت متواصلة، أزوره في المناسبات الاجتماعية كما يزور كل أهل السودان بعضهم، أحترمه ويحترمني، وأزوره حتى في الأمور السياسية إذا دعا الداعي، وقبل أسابيع كنت في منزله لعمل سياسي. على ذكر الترابي، في لحظة المفاصلة التاريخية والمفصلية، مع من كان قلب غندور ومع من كان عقلك بصراحة وبأمانة؟ هل أنت الآن نادم على أنك ربما اخترت هذا الجناح لا ذاك؟ لا، لست نادما، لكننا كنا مجموعة تقود عملية راب الصدع، وبالتالي لم يكن لنا موقفا ظاهرا هنا وهناك. عندما فشلنا اتخذ كل منا قراره، قرار المباشر ومنذ البداية، وكنت أمينا للعاملين ومعي تقريبا كل الأمانة، سألتهم فردا فردا حتى نوابهم، كان الموقف أننا مع الدولة، هذا ما عملنا له وبنيناه ولا يمكن أن نفرط فيه من أجل خلاف. بعد مرور كل هذه السنوات من المفاصلة، ألا تشعر أنها كانت قاسم الزهر بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني بصراحة؟ لا أقول قاسم الزهر، ولكنها حقيقة كانت مصدر إضعاف جزئي للمؤتمر الوطني، لكن أعتقد بأنه قد تم تجاوزها، لكن آثارها لا زالت حتى على جسد الوطن. هل تعتقد أن الشعب سيعود ذات قريب أو حتى بعيد إلى الوطني، والوطني سيعود إلى الشعب، أم أن هذه المعادلة أصبحت مختلة ولا يمكن أن يلتقي فلنقل الزيت والنار؟ لم أسمع بحزب قد نشأ ثم ذاب كاملا في حزب آخر، كثيرا ما تتراجع الأحزاب وتلتقي ثم تفترق، لكني أعتقد بأنه يمكن أن نصل إلى مرحلة يتم فيها التعايش بين الحزبين من أجل الأجندة الوطنية والدينية. إذا ماذا عن علاقتك بالمهدي؟ احترمه، رجل مفكر، رجل ديمقراطي، من القيادات السياسية القليلة جدا التي تنقب وتبحث، وبالتالي هو بالدرجة الأولى رجل مفكر وقيادي، له خبرة طويلة استمتع بالحديث إليه، فهو مستمع جيد ومحاور ممتاز. وماذا أنت قائل عن المرغني؟ هو شيخ محترم جدا، أجندته الوطنية يعليها على كل أجندة أخرى، أيضا همومه الإسلامية واضحة جدا، أينما جلست إليه شعرت بأنك تستمع إلى حكم تستفيد منها في حياتك. كيف تصف علاقتك باليسار؟ علاقة طيبة جدا، ولي صداقات من بينهم، أزور دار الحزب الشيوعي متى ما أردت أو رأيت أن ذلك مهما، لكن تربطني علاقات شخصية بعدد منهم،
أما الإخوة في حزب البعث فأنا كنت جزءا من الاشتراكية العربية، نعم. بالتالي بيني وبين بعضهم تاريخ قديم. طالما أنت تمتلك كل هذه العلاقات القوية والجيدة بسائر الأحزاب السياسية السودانية، لماذا لم تعمل على ربما تقريب الهوة وتيسير المسافة بين الوطني وهذه الأحزاب في اليمين وفي اليسار؟ نلتقي كثيرا ونتحاور، ولكن عدم وجود مجرد كلام. أين خارج الطريق؟ لأنه لا توجد ثوابت سياسية وطنية يتفق عليها الجميع. لا. الكل يتعامل بالتكتيك السياسي والأجندة المرحلية والآنية، وبالتالي إذا أردنا للقوى السياسية أن تلتقي وتتفق لابد من ثوابت وطنية ودينية يتفق عليها كل الشعب السوداني ويرعاها ويجلد بصياته من يخرج عليها. هذه غير موجودة حتى الآن. حينما هب الربيع العربي أين كان؟ بماذا كان يشعر إبراهيم غندور بصراحة وأمانة؟ وكيف تقرأ خارطة المستقبل في السودان بالتزامن مع هذه التحولات الجذرية والمفصلية في المنطقة العربية كلها تقريبا؟ آثارها على السودان لن تتوقف، نعم. وانعكست الآن في تجديد علاقاته بجهات كثيرة، نعم. الربيع العربي هو هبة شعوب، أتمنى الطمد إلى غاياتها من أجل تحقيق ما تريده هذه الشعوب، لكن ما أراه الآن هو فترة كمون لخلايا كثيرة تحاول أن ترجع عجلة التاريخ إلى الوراء. هل سيخرج الشارع السوداني ذات يوم؟ وهل ستتقدم النقابات هذا الشارع السوداني أم لا؟ بصراحة شديدة، إذا اتفق كل الشعب السوداني حينها سيخرج الجميع، لكني لا أرى أن ذلك الآن مطلوبا لا من الشعب السوداني، ولا أعتقد بأن هنالك كثيرون ما يدعمون هذا الاتجاه. أين سيكون موقع النقابات والأحزاب من هذا الخروج المفترض؟ حينها في المقدمة أم حينها لكل حدث حديث؟ حينها لكل حدث حديث. لكن بصراحة شديدة يا بروف، كيف تقرأ خارطة المستقبل بالنسبة للسودان؟ هل نحن إلى استقرار وأمان، أم إلى تفتت وتشتت ودمار وحرب؟ بصراحة، وهذا اعتراف السودان، هذا الشريط سيكون موجودا إلى مدى الحياة، سيعود إليه الناس، نعم. ويتذكرون ما قاله ذات يوم، نعم. البروف إبراهيم. السودان متجاذب بين أجندة خارجية، نعم. وأجندة بعض من أبناء وطنه الذين لا يريدون له خيرا ويتعاملون مع قضية الوطن بطريقة تكتيكية تحمل في جنباتها الأجندة الشخصية أو القبلية أو غيرها. إذا لم نعمل على معالجة كل هذه القضايا ورتق النسيج الاجتماعي في هذا الوطن واتفاق كل القوى السياسية على أجندة وطنية واضحة جدا همها أن يظل هذا الوطن واحد موحد نتفق فيه على كل شيء بما فيه قضية الحريات وقضية التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة، فحينها السودان بالأجندات الخارجية الدافعة الآن إلى تفتيته مهدد لا محالة. مهدد لا محالة. على ذكر الأجندات الخارجية، أنت مسؤول قطاع العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني، هل من اعتراف عن طبيعة هذه العلاقات التي في معظمها وصلت إلى طريق مسدود؟ علاقتكم تكاد تكون مقطوعة أو حتى فاترة إلى حد كبير مع واشنطن ودول الغرب، حتى على مستوى الدول العربية التقارب حتى الآن ليس بالمستوى المطلوب، تشكلون إلى حد ما غياب في الساحة الأفريقية، في ماذا نجحتم وأنت تقود قطاع العلاقات الخارجية كمؤتمر وطني، ثم من روشيتا السحرية ربما كيما يستطيع ويتمكن هذا السودان من التواصل بشكل جيد مع الدول الأخرى في الشرق وفي الغرب؟ العلاقات السودان الخارجية أنا أعتقد في المحيط الأفريقي في أفضل حالاتها. السودان يتمتع بعلاقات تعاون وثيقة مع كل جيرانه الأفارقة. في المنطقة العربية خاصة بعد الربيع العربي العلاقات أقوى وأمتد مما كانت. حتى في آسيا علاقات السودان أفضل من غيرها. السودان الآن يتمتع بعلاقات قوية جدا في الصين، في أذربيجان، في كمبوديا، في فيتنام، في غيرها. في أوروبا هنالك اختراقات واضحة جدا. العلاقات مع واشنطن أفضل من ما كانت، لكننا لم تصل حتى الآن إلى ما نريده من علاقات بين دولتين، وخاصة مع دولة مهمة كالولايات المتحدة الأمريكية. لا زالت هنالك قضايا كثيرة نحتاج إلى الاختراق فيها، لكن يؤكد بأن علاقات السودان في أفضل حالتها. بالنسبة للمؤتمر الوطني،
لديه بروتوكولات موقعة مع كثير من الأحزاب الأفريقية من الجنوب والشرق والغرب والشمال، وعلاقاته مع الأحزاب العربية الحاكمة في أفضل حالاتها. سيشهد السودان في شهر أبريل حدثا حزبيا مهما جدا يتداعى له كل الأفارقة. كل الذي قلته لو ينعكس على طبيعة العلاقة السودانية الخارجية حتى الآن في مجلس الأمن، في أي تصويت حدث يتصل بالسودان، كان الوقوف مع السودان ليس بالصورة المطلوبة. لماذا لا نعترف بأننا أخفقنا وفشلنا في الكيفية التي يمكن أن نتعامل بها مع الغرب والشرق؟ إذا أخذنا فقط قضية الأفارقة، وقوف الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية مع السودان في قضية الجنائية، أو الموقف المتوازن في العلاقة مع جنوب السودان، والإبقاء على الملف بين البلدين في إطاره الأفريقي رفضا لكل محاولات الدول الأخرى خاصة خارج القارة، هذا يؤكد نجاح الدبلوماسية السودانية في هذا الأمر. أيضا فشل محاولات إدانة السودان إدانة كاملة والخروج في كثير من الأحيان بقرارات متوازنة رغم أن بعضها منحاز، يؤكد أيضا أن للسودان أصدقاء في داخل مجلس الأمن وداخل أروقة الأمم المتحدة. لكني أقول بأنه هناك دول مؤثرة جدا في أمريكا وأوروبا تفعل عكس ذلك، وهذا هو الأمر الذي يجعل السودان وكأنه بلا غطاء دبلوماسي. هناك من يرى أن التقاطع أصبح بائنا وواضحا بينكم وبين وزارة الخارجية التي تمثل السودان وليس حزب المؤتمر الوطني، فيما تمثلون أنتم حزب المؤتمر الوطني. هل بالفعل هناك تقاطعات وربما تداخل في الصلاحيات؟ من في الخارجية يقولون ربما الحراك الخارجي للمؤتمر الوطني أثر بشكل أو آخر على طبيعة المهام الموكلة لوزارة الخارجية، وأنتم أيضا تقولون العكس. إلى هذا الحد لا يوجد نوع من التنسيق والتواصل بينكم وبين الخارجية السودانية؟ على العكس تماما، بيننا تنسيق كامل، ونلتقي في الحزب في إطار قطاع العلاقات الخارجية. الأخ الوزير والأخ وزير الدولة هم أعضاء في ذلك القطاع، ننسق تنسيق كامل في كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية. نحن كحزب لا نقيم علاقات ولا نلتقي إلا في إطار السياسي الحزبي، ولا نتدخل في العلاقات الخارجية مع الدول. وبالتالي بين هذا التنسيق الحزبي والتنسيق الرسمي التنفيذي نحن نعمل في هذا الإطار. لم تكن بيننا في يوم من الأيام تقاطعات، بل بيننا كل الاحترام والتنسيق. يعني دقائق معدودات ويزال الستار على نادي الاعترافات، لذلك سأسألك أسئلة قصيرة، أريد منك إجابات تلغرافية. وصفك لي البعض بأنك كالشجرة الظليلة القوية، لكن هناك سقف ربما محدد لا يمكن لهذه الشجرة أن تتجاوزه، هل وصلت إلى هذا السقف المسموح به بروف خندور؟ رغم أنني سأدعي أنني لم أفهم السؤال، لكني أقول ليس هنالك لشجرة سقف. نعم، سأشرح لك إذن السؤال. هل من مهام ربما سيتقلدها إبراهيم غندور في المستقبل أكبر من التي وصل إليها الآن؟ نحن رهني لإرادة الله سبحانه وتعالى، ورهني لإرادة الحزب الذي يقرر بمؤسساته أين يكون فلان سيد أو عبيد. أفهم من ذلك أنك ربما تخوض ولاية جديدة في القطاع السياسي للمؤتمر الوطني وأيضا في النقابة، نقابة العمال. بالنسبة لنقابة العمال، لا أعتقد، إذا أن القانون نفسه لا يسمح، والسنوات التي قضيتها تكفي، ما قدمته أسأل الله أن يفتوه في ميزان حسناتي. بالنسبة للعمل السياسي أيضا، يقدمك الحزب ولا تقدم نفسك. أريد احترافات في الدقائق التي تبقت. ما الكرسي الوزاري أو الحقيبة الوزارية التي كان يمكن أن يكون فيها بروف إبراهيم غندور فاعلا وناجحا؟ لم أفكر في ذلك الأمر على الإطلاق. لكن عليك حقائب وزارية؟ لا، عرض علي العمل التنفيذي في الولايات ولكنني اعتذرت. أنت رجل تنفيذي إذن وإشرافي، كنت في الجامعة رجل إشرافي والآن أنت رجل تنفيذي، ألا تصلح لأن تكون غير ذلك؟ لا أدري، لا يعرف المرء أين يصلح، لكنني كنت أتمنى لو كنت رب أسرة صالح.
وماذا أيضا كنت تتمنى ربما ضمن سقف هذه الأمنيات أن تكون ليس بالحزبي؟ هل شعرت للحظة ما أنك نادم على حياتك الحزبية، وأنك لو كنت رجلا عاما يعني طبيب أو أستاذ جامعي أو حتى مدير لجامعة كان هذا لك أفضل؟ تأتيك في أحيان كثيرة مثل هذه اللحظات التي كنت تتمنى فيها لو أنك انكببت فقط على أسرتك وعملك الذي تخصصت فيه، ولكن في أحيان أخرى عندما تحس بالذين قدمت لهم خدمة تحمد الله على أنك سلكت هذا الطريق، ليس هنالك شعورا دائما في هذا الاتجاه أو ذاك. في الآونة الأخيرة علت أصوات الإصلاحيين الذين يدعون إلى التغيير من داخل حزب المؤتمر الوطني، وما أكثرهم هم أصبحوا لامعون على الأقل من خلال كتاباتهم ومشافهاتهم في الحياة السياسية العامة. أين أنت من كل هذا الذي يحدث والمتصل بالإصلاح؟ هل أنت ليس من دعاة الإصلاح؟ كلنا مع الإصلاح. قرأت ما كتبه أولئك الشباب، أكاد أتفق مع كل حرف فيه، لكني أقول ومن هذا المنبر المرئي والمسموع أن النقد الذي يوجهه قيادات المؤتمر الوطني في داخل الحزب لأدائهم السياسي والتنفيذي لا أعتقد بأن هنالك أي معارض يمكن أن يقدمه، هنالك نقد ذاتي مستمر من أجل تقويم التجربة وإصلاحها. الإصلاح عملية مستمرة من أي كانت، من الشباب أو من غيرهم. ما هو الاعتراف؟ ما هو الاعتراف الذي لم تقله بعد؟ أنني رب أسرة مقصر بسبب المشغوليات الكثيرة. هذا على المستوى الخاص، ما الاعتراف الأخطر الذي لم تقله بعد على المستوى العام؟ ربما كان يمكن أن يكون أداؤنا أفضل مما نحن فيه، ولكن حيز القادرين على التمام. يبقى دائما شيء ما في صدورنا، ما الذي في صدرك وتود أن تقوله هكذا أمام الشعب السوداني؟ أنا أسأل الله أن تكون أيام السودان القادمات أفضل من ما سبق، وأن يكون غده أفضل من أمسه، وأن يكون حاضره أيضا نبراسا نهتدي به، السودان بما يملك من قدرات وإمكانات، والسوداني بما عرف به من إخلاص، يمكن أن نقدم وطنا نستطيع أن نتباهى به بين الأمم، لكننا جميعا مقصرين. ربما نحتاج إلى قراءة واضحة جدا لتاريخنا وحاضرنا لنستشرف مستقبلنا. آفة السودان في السياسة. بروفيسور إبراهيم غندور، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ خالد.